تحية محبة وفن راقي وسلام، تحية ثورة مسرحية إيجابية هادفة يا كرام. ثورة فن، عنوان مسرحية اجتماعية هادفة من إنتاج شباب المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك. بدأوا مسيرتهم عام 2015 بعشرين عضواً، وينتسب لهم الآن أكثر من 35. قدموا قبل أيام على مسرح الحسين الثقافي بعمان خامس عمل لهم تحت عنوان ثورة فن. أنت عظيم في فنك، شو بدك أكثر منهم؟ طلعونا مجانين، بدون إجنانك ما بمشي فنك. ورد والوطن، كنت فكر إنه هالبلد مش رح تقبلني، بس هالبلد حلوة، الوطن حلو، وأنا كنت أشوف الوطن بعيون ورد، وبيستاهل إنه نعيش بعيون ورد، لأنها الوطن عيون مستقلة، نفس مستقل، وطن مستقل، علاج. وحضر العرض المسرحي المتروبوليت فينيديكتوس، متروبوليت فيلادلفيا، والمطران مارون اللحام، والمطران ياسر عياش، وأمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى جمو، وشخصيات رسمية وكنسية، وشمامسة ورهبان ورهيبات، وجمع غفير من المدعوين والمحبين للعمل المسرحي. وبعد عرض المسرحية التي تحدثت عن حياة الفنانين وأمالهم وأحلامهم وتحدياتهم المعاصرة، وهي من تأليف وإخراج هشام سويدان ومساعد المخرج خلدون هلسة وإشراف الشماس ينال عواد، ألقت راعية الحفل الدكتورة باسمة السمعان كلمة رحبت فيها بالحضور والداعمين للفن المسرحي، وبالأخص المسرح الكاثوليكي الذي حرص مكتب نورسات الأردن على دعم شبابه وتطوير مهاراتهم منذ انطلاقتهم الأولى عام 2015. نورسات في الأردن حملت منذ تأسيسها نشر ثقافة المسرح في المجتمع والكنيسة، فدعمت وشجعت عدة مسرحيات قدمها المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وأيضاً أعمال شبيبة الأردن للدراما المسيحية، إذاعة صوت الكنيسة. ونحن في هذه المناسبة نتوجه إلى كافة الجهات لدعم المسرح بالإمكانيات المتاحة المعنوية والمادية منها، لكي يستمروا في عطائهم وتقديم إبداعهم للجميع. كما شكرت راعية الحفل الدكتورة السمعان القائمين على مركز الحسين الثقافي الذي يجسد بعمله وتعاونه روح الإخاء والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد. اليوم نقف على مسرح الحسين الثقافي، المسرح الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الأردنيين جميعاً، وهو المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. هذه النشاطات الهادفة اللي بتنمي روح المشاركة وتقبل الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر والتوافق والاتفاق والاتصال والتواصل بين كل أطياف المجتمع، احنا بدورنا وفي مسؤوليتنا وفي مواقعنا ندعم الإبداع وندعم الابتكار. فبتخيل فرصة انه نبلش نعزز هاي التوجه بجيلنا وبجيل أطفالنا، انه الفن له قيمة عالية مثله مثل أي علم ومثل أي مهنة ومثل أي توجه ممكن يتوجه له شبابنا. طبعا بشكر ربنا بالبداية ودائما على انه دائما عم بوقف معنا، بالفعل دائما بوقف معنا وما بتركنا، صار معنا قصص كتير بس ربنا واقف معنا. بدي أشكر الدكتورة باسمة السمعان على دعمها الدائم وغير متناهي لإلنا كمسرح. ورد أخذت كتير إشي من حياتي بالفترة الماضية، لأنه كتير طورت من أشياء، تعلمت الرقص، تعلمت كتير أشياء، ووجودي مع المسرح الكاثوليكي إشي، هم عيلتي الثانية. ربيع هو الإنسان اللي بأول الثورة بيموت والفن بيخسره، بس هو بتحول لروح بالمسرحية، وهاي الروح اللي هي كانت بترافق الفنانين بمسرتهم وبتمثل الفن اللي راح، الفن القديم، الفن اللي هو ركيزة يمكن للفن اللي هلا عم بيكون عم بيستمر للمستقبل. ثورة فن مسرحية قريبة جدا للواقع، للواقع اللي احنا عم نعيشه كفنانين طموحين عندنا موهبة، او كفنانين درسين يمكن وعم بحاول يبنوا مستقبلهم بزيادة.
وتم خلال حفل الافتتاح إعلان كل من الدكتورة باسمة السمعان والنائب قيس زيادين رئيسين فخريين للمسرح الكاثوليكي، كما جرى تكريم لأعضاء المسرح المشاركين في المسرحية وتبادل للصور التذكارية التي توثق عملا فنيا وثقافيا رائداً.